في ظل وجود مدير فني قدير الحقيقه للنادي المصري كابتن ايهاب جلال، ولكن كيفيه الاستعداد؟ وبعدين ما هو كل الناس تقعد تقول لك ايه؟ يعني انا كل ما حد هيكلمني هيقول لي هو طيب هو السوليه وديانج هيفضلوا يلعبوا؟ ما احنا عندنا الماتش الجاي المصري، بعديه باربع ايام الزمالك في السوبر، بعديه باربع ايام الزمالك في الدوري، بعديها باربع او خمس ايام سان داونز، وبالتالي ما هي برضو الناس عايزه تطمن على لعيبتها. وانتوا قلتوا كلام في بدايه الاستوديو ان هو دايما بيحاول يحافظ على العمود اللاين الفقري اللي هو او العمود الفقري اللاين الفقري العمود الفقري اللي في اللي بيعتمد عليهم دايما بشكل كبير. شوف يمكن الراجل انا عاجبني بس حاجه مهمه جدا هو بيعملها بيشتغل عليها، هو بيدي كل مباراه ليها حجمها وبيشتغل على كل مباراه بالطريقه اللي تناسبها، النهارده المباراه بالشكل والطريقه اللي تناسبها واللي تناسب كمان اللي جاي، يعني هو بيعمل تحضير للمباراه دي وفي نفس الوقت بيفكر في المباراه اللي بعدها، هشتغل ازاي؟ هلعب بمين؟ هدخل مين النهارده؟ اخرج مين بره ال 18؟ احط مين جوه؟ هو بيشتغل بشكل كويس قوي قوي لانه واضح انه بيدرس الخصم بشكل كبير، يعني انا اللي عاجبني في فايرا بيدرس قوي الخصم، بيشوف نقاط الضعف ايه؟ مين يشتغل في الحته دي؟ النهارده المباراه محتاجه سرعات، لا المباراه النهارده محتاجه كرات طوليه، هيشتغل النهارده الاندايركت اتاك، هيشتغل على الاستحواذ، هيشتغل على من طرف الملعب، هيلعب في العمق، النهارده كمان في تعليمات جديده واضحه بقى لها فتره انك تصوب تشوط من اي حته، الاهلي زمان احنا من خمس ست ماتشات ما كناش بنشوف حد بيشوط من نص ملعب، كانت صعبه جدا، النهارده لا ديانج بيشوط، سوليه بيشوط مره واثنين، قفشه مجدي قفشه بيشوط، فواضح ان كمان فكره التصويب النهارده لا اتزرعت في عند اللعيبه، كل واحد لما تجيله فرصه النهارده متاحه بالنسبه له بقى النهارده يصوب على المرمى، فالراجل واضح انه بيشتغل كويس بيحفظ اللعيبه. حته التدوير مهمه جدا الفتره اللي فاتت دي الفتره اللي جايه دي بالذات، لانك عندك مباريات مهمه جدا، في حاجه في الكوره عندك المهم وعندك الاهم، انا الاهم بالنسبه لي افريقيا طبعا اللي جاي. الاهم بالنسبه لي ان انا المباراتين بتوع صن داونز هم دول المباراتين مهمين جدا بالنسبه لي، وايضا مباراه السوبر مع الزمالك لان دي بطولتين مختلفتين، انت في الدوري العام شغال بشكل كويس، انت الاول. في بعض الاوقات ممكن اضحي بالناحيه الجماليه في الدوري، هكسب بس ممكن اضحي بالناحيه الجماليه عشان اشتغل على بطوله ثانيه مختلفه اكبر قيمتها اعلى بكتير، مباراه السوبر مع الزمالك وايضا مباراه صن داونز، فممكن يحصل ممكن لاول مره ممكن نشوف مباراه المصري ممكن نشوف واحد من الاثنين مش موجودين، ممكن يعني من وجهه نظري الشخصيه ممكن يطلع متولي يحط في نص ملعب ويريح مثلا السوليه، ديانج لا ديانج يكمل لان ديانج ما لعبش كتير بقاله يعني بيلعب بس بقاله يمكن بقاله خمس ست مباريات بيلعب بشكل اساسي فما عندوش حته ما عندوش الحته بتاعت السوليه اللي هو من اول او من ثلاث اربع سنين بيلعب ما بياخدش راحه في الدوري العام، لكن ديانج لا يلعب يكمل لانه ما عندوش الحته دي، سوليه ممكن يريح ويلعب مكانه مثلا متولي في نص ملعب يحط في نص ملعب او يحط احمد فتحي في نص ملعب وحصلت قبل كده وحصلت قبل كده المباراتين اللي فاتت لا وعندك ممكن ياسر ابراهيم بقى يلعب سنتر باك ياسر ابراهيم مباراه المصري مباراه قويه وبيفكر فيها الراجل بس هيفكر فيها بالبدائل المحتمله ما انت برضو عندك يعني ما شاء الله النادي الاهلي عنده سكواد رائع جدا كبير كلهم لعيبه امكانيات كبيره جدا النهارده لما يكون الدليل اللي حصل النهارده لسه اقول لك النهارده لما يكون قفشه قصدي سوري جيرالدو لا كهربا قاعد بره وحسين الشحات قاعد بره ومروان محسن قاعد بره وبادجي بره ال 18 يعني انت عارف ليه الرد علينا